قررنا كدفاع مدني نعمل حملة تدريبية تستهدف النساء، بحيث كل مركز نسائي يستهدف 15 سيدة. مدة الدورة كانت 5 أيام. طبعاً نحن لما نزلنا إعلان عن الدورة لقينا أقبال كتير كبير من قبل السيدات. نحن استهدفنا السيدات يعني بسبب أنه هي الأم بتكون على رعاية أطفالها أو على رعاية أخواتها ووالديها يعني. أول دقة تسمعيها بكون هي الضغط الانقباضي. التحقت بدورة المسعف مشان اتعلم، مشان اخذ خبرة، مشان امي وابوي، انا عندي هون مريضين بالبيت، مشان اذا مرضوا ما بعرف شو بدي اساوي لهم، على القليل بكون في اعرف اني انا اقيس ضغط او هيك يعني، او اعتني برعايتهم.